واول خبر معانا هو عن لعبه الزومبي سيرفايفل اوبن وورد، هي لعبه دايزي، واعلان مطوري اللعبه عن نيتهم انهم يوقفوا العمل والتطوير في النسخه الستاندالون ويتجهوا لتطوير مود لعبه ارما 3 دايزي مود، يعني زي ما كانت ارما 2 دايزي مود هيعملوا زيها بس بجرافيك اعلى وحاجات اعلى. والخبر اللي فرح ناس كتير جدا وهو عرض من اورجن للعبه باتل فيلد 3 ببلاش، واللي هياخدها يحتفظ بيها للابد، والعرض ده هينتهي بتاريخ 3/6/2014. اعلنت شركه يوبي سوفت ان لعبه واتش دوجز حصلت على اكتر الالعاب مبيعا في تاريخ يوبي سوفت، حتى ان هي حصلت على مبيعات اكتر من لعبه اساسنز كريد. أعلنت شركة تيلتل جيمز عن حلقة جديدة من سلسلة ذا وولف أمونج أس بعنوان إن شيبس كلوزنج، حيث أصدرت الشركة التريلر وأعلنت عن صدور الحلقة بتاريخ 27/5 للبي سي و 28/5 للإكس بوكس والبلاي ستيشن 3. What I'm saying is friends matter. I don't have any left. So I hope you're looking after yours. I will. حصلت لعبة وولفستين أو فولفشتين على المركز الثاني كأعلى مبيعات في بريطانيا بعد لعبة تايتن فول. Enslaved millions. Uprisings. Rebellions. Resistance. Crushed beneath an iron boot. They're stealing our future. Flaunting their might. They think the war is over. They're dead wrong. وخبر مؤسف عندنا، قرر شركة بيثيستا عن تأجيل صدور لعبة الرعب Evil Within لجميع المنصات، وتصدر في شهر أكتوبر بتاريخ 21 أكتوبر بكندا وأمريكا، 23 أكتوبر أستراليا ونيوزيلندا، 24 أكتوبر بأوروبا. وصرحت شينجي ماكمين مطور اللعبة بأن المتوقع أن اللعبة دي هتعيد المعنى الكلاسيكي لألعاب السيرفايفر أورور. وكده تكون انتهت حلقتنا لهذا الاسبوع، وكان معكم الادمنز مصطفى عبد الرحمن وشيكو وخالد علي من صفحة Over Games. الى اللقاء، نراكم في حلقة قادمة بإذن الله.